مشاهدي مجتمع من برا حرية بريس من داخل قاعة 11 يناير بفاس على بعد دقيقة أخرى عن نهاية العشر دقائق الأولى من الشوط الأول. تفوق طفيف لنادي الفتح الرياضي بنتيجة 16-21. كتعلموا التعليمات ديال السي باسم الهواري اللي هو قيدوم الرياضي لكرة السلة هنا بمدينة فاس. نتمنوا التوفيق للنادي المغربي الرياضي الفاسي وإسعاد الجمهور العريض. هروب الجمهور فطل تايجر كما كتلاحظوا، شعارات قوية تهز قاعة 11 يناير. مقابل 21 صالح نادي الفتح الرباطي. ثلاثية جميلة الآن كما كتلاحظوا، نتيجة هي التعادل. من المباراة بتفوق طفيف النادي الفتح الرياضي بنتيجة 21-23، أي نقطتين كفارق. كما كيعلم الجميع أجواء رياضية مهمة هنا بقاعة 11 يناير كما كيعلم الجميع.
المشاهدين ديالنا بان نتيجه المباراه 33 لصالح نادي المغرب الرياضي الفاسي مقابل 31 لصالح نادي الفتح الرباطي. رمية ثلاثية موفقة من فريق الفتح الرباطي اللي كتعطي التفوق في الأثناء على بعد 6 دقائق من نهاية الشوط الأول. عملية مشي والكرة لصالح نادي المغرب الرياضي الفاسي، نتمنى ان شاء الله يدارك هذا الفريق ديال نقطة واحدة ويخرج منتصف هذا الشوط الأول ان شاء الله بحول الله. كيعلم الجميع هذا الموزع مصطفى الخلفي يعني من قدماء اللاعبين على الصعيد الوطني كيقوم ولعب في فرق عده في الرجاء البيضاوي نهضة بركان لعب في عده فرق كما كتلاحظوا عنده من الخبره ما يكفي. المشاهدة كما كتلاحظوا يعني اللاعبين ديال المغرب الرياضي الفاسي كركزوا بالاساس على تسديدات الثلاثية او من خارج يعني لاركات كما كنعرفوا يعني كيلقاو صعوبة في اختراق دفاع نادي الفتح الرياضي ونتمنى لهم التوفيق. دائما النتيجة 33 لصالح نادي المغرب الرياضي الفاسي مقابل 36 لصالح نادي الفتح الرباطي التفوق لصالح نادي المغرب الفتح الرباطي. ودائما نذكر مشاهدينا بان المغرب الرياضي الفاسي خصو يفوز باكثر من 9 نقاط. كتلاحظوا لاعبي المغرب الفاسي كيركزوا بالاساس على القذف من بعيد يعني القذفات الثلاثيه يعني الاختراق كيلقاو صعوبه في اختراق دفاع نادي الفتح الرياضي. النتيجه لحد الان 33 تفوق المغرب الرياضي لصالح الفتح الرباطي 37 نقطه مقابل 33 لصالح المغرب الرياضي الفاسي على بعد 5 دقائق من نهايه الشوط الاول. مشي الكره لصالح نادي المغرب الرياضي الفاسي، نتمنى يدارك 4 نقاط كفارق في 4 دقائق المتبقيه ان شاء الله قبل نهايه الشوط الاول. ودائما تشجيع يعني متواصل من طرف مشجعين المغرب الرياضي الفاسي كما كتلاحظوا الفصائل التاريخيه المتواجدين بجناباتكم من جنبات القاعه المخططه 11 يناير يعني من جميع جنبات المخطط كما كتلاحظوا هناك حتى لاعبين قدماء ديال المغرب الرياضي الفاسي اللي حجوا بكثره لتشجيع نادي المغرب الرياضي الفاسي لكره السله. نتمنى له التوفيق ونتمنى التوفيق كذلك للمدرب الاطار الوطني السي باسم الهواري اللي هو ايضا كان لاعب سابق وعنده عده القاب وكان لاعب متميز للاعب ديالو. وبهذه المناسبه كنوجه التحيه للاعب طارق دندان الغالي رضا جاد مطرفي كمال عقبه
ثلاثيه موفقه لنادي المغرب الرياضي الفاسي الان على بعد ثلاث نقاط من تعديل الكفه، على بعد ثلاث دقائق من الشوط الاضافي الشوط الاول. تغيير تكتيكي يقوم به الان اطار الوطني سي بسيم الهوالي، كيشوف بان الكرات او يعني الروبون ديفونسيف ما كيقومش باللم ديالو، يعني لم الكرات ما كيكونش يعني كيكون بشكل ضعيف جدا، وهذا كيكون دائما صالح نادي الفتح الرياضي، يعني خرج لاعب ارتكاز دخل لاعب ارتكاز اخر. موفقة من لاعب المغرب الرياضي الفاسي اللي كيعدوا الكفة، هذا كيعدوا الكفة اذا وقت ميت الان كما كتلاحظوا، وقت ميت كيطلبوا مدرب فريق فتح الرباطي. إذا نهاية الوقت الميت، العودة إلى وسط الميدان كما كتلاحظوا وسط الملعب السي باسم الهواري، إطار الوطني راه عطى التعليمات ديالو للاعبين، يعني نتمنى تكون على بعد قرابة ثلاث دقائق نهاية الشوط الأول. دائما التعادل بين الفريقين 39 مقابل 39، نذكروا مشاهدينا يعني بأن النادي المغرب الرياضي في كرة السلة ملزم يتفوق بأكثر من 9 نقاط. طريقة رائعة من اللاعب رقم 9 لنادي المغرب الرياضي الفاسي لكرة السلة، يعني هو اللاعب رقم 1 يعني اللي باين بكثرة في هذا الشوط هذا.
على بعد دقيقة وعشرين ثانية هجمة لصالح الفتح الرباطي اللي كتكلل بين نقطتين. ومع هذا المباشر هذا كان وجود تحية لسيونس وكان وجود تحية لسينور الدين ملاح وجميع لاعبي وقدماء نادي الاتحاد الرياضي الفاسح على هذا المنبر. ونتمنى التوفيق والتشجيع دائما المتواصل لكم النادي المغرب الرياضي الفاسي. نذكر نتيجة المباراة، تفوق لصالح المغرب الفتح الرباطي 44 نقطة مقابل 41. رائع 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 من لاعب رقم 5 لنادي المغرب الرياضي الفاسي. نقطة واحدة على بعد دقيقة من نهاية المباراة، نقطة واحدة كفرق. بريس 13 على الشوط الاول دائما تفوق لصالح نادي الفتح الرباطي ب 47 نقطة مقابل 43. نتمنوا من المغرب الرياضي الفاسي واللاعبين تركوا هذا الاربع نقاط ويخرجوا بتعادل او بتفوقين في هذا الشوط الاول. ودائما تحية للسيونس وجميع المتتبعين ديالنا والمشاهدين ديالنا على منبر وقناة حرية بريس. مشاهدة 4 ثواني على نهاية الشوط الأول، دائما التفوق لصالح نادي الفتح الرياضي 47 نقطة مقابل 43، 4 نقاط كفرق. والنادي ما كيقللش من قيمة نادي المغرب الرياضي في كرة السلة، لاعبين متميزين عندهم إمكانيات وإن شاء الله مازال هناك شوط ثاني. إذا نهاية الشوط الأول بتفوق نادي الفتح الرباطي ب 47 نقطة مقابل 43.
إذن مشاهدي متتبعي من برا حرية بريس، خليكم معنا على هذا المباشر هذا ونشوفوا الآن كيفاش نديروا ناخذوا تصريحة من عند سابق كرة السلة وإطار محلي ووطني. كيف شفتي أطوار المباراة الشوط الأول؟ يعني مقابلة حماسية، كتفكرنا في الأيام الجميلة ديال المغرب الفاسي، في الأيام اللي كانت توهج ديال المغرب الفاسي والفتح البدائي. مقابلة شيقة بين فريقين بدون تاريخ في ميدان كرة السلة، لا بالنسبة للفتح لا بالنسبة للمغرب الفاسي. نتمنى تكمل هذه المقابلة في الأجواء رياضيه بهذا الجمهور اللي حاضر يتمتع بها، لا اللي حاضر ولا اللي غايب، وكنتمنى الفوز للمغرب الفاسي. شنو يعني علاش لاعب المغرب الرياضي الفاسي كيركز على الهدفات الثلاثيه؟ للاسف هناك صعوبه. اول ملاحظه اللي عندي في هذه المقابله هي الدفاع ديال المغرب الفاسي ما كانش في المستوى، كاين يعني ديستري، كاين ماشي ما مركز، لا كنهضر على الدفاع واحد واحد. الدفاع ديال اللاعبين ديال تحت السله يعني ماشي مركزين اكثر، كتشوف اللاعب كي لاعب ديال الفتح كيستحوذ على الكره بكل سهوله، ما كاينش تركيز على الدفاع على اللاعب ديال الفتح. اغلبيه السلات كانت تسجل تحت السله هنا، اذا كترجع للدفاع ديال الفتح. المغرب الفاسي كان في البدايه كيتحل التصرف ذاك المنطقه باش يسجل، من بعد واحد المرحله اخرى كانت الرميه الثلاثيه ناجحه. نتمنى يغير ما هو دخول الى المنطقه وتسجيل جوج نقاط وثلاثه نقاط، ويجيروا الماتش ديالو بعقلانيه ويدافع اكثر تحت السله. شفنا لاعبي ديال الفتح الرياضي يعني لاعبين متمرسين قدماء، مصطفى الخلفي كان هناك عده لاعبين كيجيدوا توزيع الكرات يعني معرفه تسيير المباراه. يعني بالفعل انا هذا التجربه ديال هاد اللاعبين لعده سنوات، هاد اللاعبين اللي عندهم 40 سنه اللي على الاقل كانوا موزعين لمده 20 او 22 سنه، ولا الصعيد المحلي ولا الصعيد المنتخب الوطني، عنده تجربه يلعب امام الجمهور، عنده تجربه يلعب تحت الضغط كما هو زويته كذلك. لاعبين رزينين في اللعب ديالهم الى حد الان، فريق الفتح ما مقلقين ما متاثرين بالجمهور، تيلعبوا تيجيروا الماتش ديالهم، وكاين تغييرات المدرب كيديروا في محلهم، يعني فريق متكامل. مباراه شيقه الله يسلمك. اخطاء ما عندوش بزاف، شنو خلي واحد السبوع لانك كون التغييرات المدرب كيشوف اللاعب عنده اخطاء تيخرج وتيدخل اخر كيبقى، ولكن المقابله يعني غادي تكون التاثير ديال الاخطاء غادي يكون في اخر المقابله في الكارتون الرابع. سي اتو علي الاطار الوطني كنشكرك على التصريح ديالك، ونذكر المشاهدين ديالنا بان سي اتو علي كان المدرب ديالي في نادي الاتحاد الرياضي الفاسي، وكنشكر جميع الاطر اللي مروا عبر هذا النادي الاتحاد الرياضي الفاسي والمشاهدين ديالنا، شكرا لك. اذا الشكر المتتبعين ديالنا والشكر الاطار الوطني والمدرب الوطني سي اتو علي عليه. وبهذه المناسبه هذه كنحيي جميع لاعبي الاتحاد الرياضي الفاسي من طارق بندان، رضا الغالي، فيصل، سمير حمشوش، من اطر المدربه من اطر يدربونا سي راشد دنبا، سي خالد قصابه، يعني جميع اطر كنشكرهم، سي حميد اللي كان في المكتب، وناس جميع عادل تمتام اللي شاركوا معنا ولعبوا معنا وكلوا معنا، يعني كانوا مبخره في مدينه فاس ومشاو انديه كبرى ومطلوب مدينه فاس انديه كبرى، فهد بن دحمان كذلك. اذا المشاهدين اجواكم ما تلاحظوا على المباشر على ممركم من برا القرب من برا حريه بريس، دائما التفوق لنادي الفتح الرياضي الفاسي ب 47 مقابل 47 نقطه، فرق 4 نقاط كما تلاحظوا في الفرق الالكترونيه او اللوحه الالكترونيه تشير بان يعني نادي الفتح يعني عنده لاعب اخطاء، يعني ماشي اخطاء كثيره، كاينين يعني لاعبين الارتكاز على المعامل ما عندوش اخطاء كثيره كما كتلاحظوا 4 5 5 يعني 9 اخطاء مقابل يعني هناك تركز في اخطاء اللاعبين اللي عندهم، يعني اهم شيء عن نادي الفتح الرياضي هو يعني ممارسه يعني لاعبين موزعين يعني قدام كتلعبوا في عده فرق وطنيه، الرجاء، الوداد، ومدرسة بركان، يعني وكيعرفوا كيفاش يقوموا بتسيير اللاعب مع وسط الجمهور الحاشد ديال المغرب الرياضي الفاسي كما كيعرفوا، وما كنقلوش اهميه نادي المغرب الرياضي الفاسي، يعني اطر شابه كما كيعرفوا الجميع، يعني عندهم عزيمه باش يتجوا هذه المقابله هذه، لان هناك يعني صعوبه في اختراق الدفاع ديال الفتح الرياضي، الاعتماد بكثره على الرميه الثلاثيه كما كنلاحظوا. عمر اللاعب رقم 5 ورقم 9 ورقم 1
يعني ما كاينش هناك اختراق اللي بحال مش ممكن تراسل على الداخل يعني في عمق باش يصيبوا اخطاء ويركبوا او يدفعوا اللاعبين ديال الفخريه اللي يقوموا باخطاء كما كتلاحظوا اللاعبين ديال الفخريه يعني قابطين زين الامور كيتحكموا كيستغلوا ديك الضعف ديال الدفاع او انعدام الحراسه الوسيط او الدفاع الوسيط ديال نادي المغرب الرياضي الفاسي. في جهه احد الاطر الوطنيه معروفه من مدينه فاس ولكن حاولوا يعطينا التصريحات ديالو حول هذه المباراه. معنا الان الاستاذ حرحار معروف بمدينه فاس سي حرحار محمد حمام قناه حريه طرش. شنو ممكن تحكم على 20 دقيقه للمرات ديال المباراه ديال الرياضي الفاسي ضد فاس الرياض؟ مباراه جيده توازي بين كتلتين لا الفريق ديال المغرب الفاسي لا الفريق ديال الفتح الرياضي. المغرب الفاسي خصو غير شويه ديال التنظيم على صعيد الدفاع لان كيخليو بزاف ديال لي زيسباس ما بيناتهم تيخليو ديك لي بينيتراسيون ديال لوتر ايكيب الوغ تنظن واقيلا في هذا التروازيوم كارتون غادي يحاولوا يريكسيفيو هذا التصريح ديالك جا مطابق التصريح ديال سعيد تعلي يعني نفس ملاحظه مدربين نفس ملاحظه ايوا هذه ملاحظه تقنيه ايوا يعني عند الحراسه الوسيط على المهاجمين اللاعبين ديال الكوبات فوالا هدف الثلاثيه او لا شوف التنظيم ديال المباراه تيجي 50% ما هي الفريق خلال اسبوع المباراه و 50% الاخر شنو الفرقه الاخرى دايره لي استراتيجي سكون ابيل لي استراتيجي دو شونجي دو تان زاوتر ماشي ضروري نلعب واحد المنهاج وبقى غادي به نو كون سا نو مارش با اي جونكيس دي بوان يدخلوا عليا كاين دي بوان تيتماركاو عليا من الفريق الخاص بواحد الاخطاء دفاعيه تنظيميه خصني نقادها وخصني نقادها في ذاك الوقت معين ماشي نساي حتى لواحد الوقت تنظن هاد الدخله راه جات في صالح المغرب. شنو موزعي نادي الفتح الرباطي يعني عندهم واحد الخبره مصطفى خلفيس ايوا جا البطولات يعني عنده فرق لا متمرسين من لما نقولوا عيش كيعرفوا كيفاش يديروا سيوا هاد المقابله صحيح صحيح لان التجربه ديال الشخصيه ديال كل لاعب كتلعب دور كبير في هذا الشيء كاين لاعبين المنتخب كاين زويتا كاين خلفي كاين هذا لاعبين متبرزين وجالوا عده انديه كانت تلعب ادوار طلائعيه على صعيد البطولات سي نورمال غادي يكون واحد غيكون واحد التاثير ديالهم على المباراه الواقعه. تخلي على انعدام جمع الكرات الاوروبو ديفونسيف الاوروبو اوفونسيف العاد مع الفريق المغرب الرياضي. هو خصك تلاحظ واحد الملاحظه انه ما تنساش بان فريق ديال فتح الرباطي عنده لي طاي لي طاي بزاف القامه الطويله عندهم تقريبا لي 4 5 ديال ليكيب كلهم طوال الوغ ملي كيكون اي محاوله كيكونوا في ذاك لو تريون دو روبون كياسيريو لا صاعد الدفاع لا صاعد الهجوم. علاش حتى المغرب الرياضي الفاسي ثلاث لاعبين فقط عمليه ثلاثيه يعني خمس اشتراك في الدفاع ويمكن هذاك نقطة قوة عند المغرب الفاسي غير هو لو سيستيم ديالو اللي بنيه في الدفاع خصو يكون كيوازي عاوتاني ذاك الخطة الهجومية. تنظن غيكون تولي. آخر خمس دقائق كما قال السيد عليه غتبين هي اللي تبين هي اللي دير الفرق. يعني آخر خمس دقائق من الشوط الثاني. هي اللي تعطي لو كاتريام كارتون الربع الرابع ذاك الخمسة دقائق الأخيرة غتبين الفارق ما بين الفارق. شكرا جميع الاطر سالتو عليه يعني مازال عنده ديك الجرينتا يعني الفرقه ديال التدريب ديال التكوين يعني كان هو اطار معروف كما كنقول جميل وانا لاعبي المغرب الرياضي الفاسي خلال الوسط المدافع كما كنعلم الجميع يعني كيقوموا بالاحماءات الضروري كما كنقول يعني كما عندنا يعني كان هناك لاعب رقم خمسه وحاج سعود يعني كيقوم بحدفه ثلاثيه رائعه سجل منها عدة ثلاث نقاط يعني كنبقى المشكل ديال المغرب الرياضي الفاسي هو جمع الكرات لو يعني لي روبو اوفونسيف اي ديفونسيف يعني منعدم او اختراق الدفاع يعني بينيتراسيون يعني داخل العمق يعني ما كتكونش النقطة يعني ما سجلتش نقطة كتكون هناك خطأ كتماركي الخطأ وهذا مهم في كرة السلة يعني ما كنقولوش من قيمة نادي الاتحاد المغرب الرياضي الفاسي اللي هو يعني معظم الشباب وكتكون واحد التجربه في اللعب مع عكس فريق فتح الرباطي يعني زويتا خوفي كلهم يعني كيلعبوا في المنتخب الوطني ومع المناسبه كان
حسام هشام حسام وحكم وطني كما يفعل الجميع. هذه المناسبه هذه الله يرحم سيدي الصواري موزع انيق، موزع اللي كان كيشكل استثناء يعني في القاره الافريقيه كلها، خريج مدرسة الرجاء البيضاوي الله يحمي برحمته الله يحمي الجميع. ما المبارك نحيي جميع الزملاء، يعني كنقول السواري كنقول الغساسي نبيل المسياح أنطوان باخ ديوب وسعدان، يعني جميع اللاعبين اللي مروا على مغرب رياضي فتاح بوحبال، يعني جميع السي حسن بن خدور طارق دندان وغالي رضا أصدقاء محي الدين تحسين الزميل الصديق يلعب يعني معنا يعني من الصغار وحنا معاه كنلعب معاه ويقنا معاه دائما ديما مصر شكون نادي المغرب الرياضي الفاسي نقوم واكبين هذا الحدث هذا على المباشر. خليكم معنا بارتاجيو هذا المباشر وشجعوا حنا هذا المباشر باش نشجعوا الفريق ديالنا، يعني فريق مغرب الفاسي عنده امجاد عنده القاب حقق جوج بطولات قريه والوحيد اللي عنده هذا جوج القاب قريب حققهم كل شيء كيعطيه عليهم باش يحققهم في مدينه فاس. التعليمات ديال السي باسم هواري كما كنقولوا واضحه يعني والحراسه اللاصقه لان لاعبي او موزعي يعني واحد اللاعبين جوج ديال المغرب الرياضي اللي فتحوا المكان عندك مصطفى الخيفي وزويته يعني موزعين كيعرفوا يقوموا بتسيير مباراه كما كيعمل الجميع، يعني راهم لاعبين متميزين لا يتقبل عليه ويخلي له واحد الاسباس يقوم برميه ثلاثيات، يعني 90% كتكون داخل الشباك يعني كتكون سله ثلاث نقاط ومع هذا المباشر هذا كنهني السلطات المحليه كنهني الامن الوطني على الانتشار والاستتباب ديالهم الجيد لهذه المباراه هذه كما كتعمل الجميع. نشكر الجماهير العريضه اللي كتحتج بكثره فقط السيدات نشكرهم وكيف ما كتجيبوا التقويات يعني على المباشر كما كتلاحظوا جماهير عريضه كتسمع جنبات من درجات قاعات 11 هنا في مدينه فاس. نذكر المشاهدين جميعا كذلك بان خاص نادي المغرب الرياضي الفاسي يفوز اكثر باكثر من 9 نقاط، يعني هذا يفوز باكثر من 9 نقاط، يعني الارض الواحده هي تعليمات واضحه على السي باسم الهواري. باسم الهواري يقول قيدهم اللاعبين اللي هو فايت يلعب مع التوفيق لنادي المغرب الرياضي الفاسي ونتمنى له التوفيق كذلك ونتمنى الصوت يكون واصل ان شاء الله. صيفطوا لي شي اشاره بان الصوت واصل ان شاء الله. بالطبع النتيجه كذلك 47 لصالح الفاس مقابل 43 لنادي المغرب الرياضي الفاسي. اخي ياسين كنشكرك على المواكبه ديالك، احنا هذه مدينتنا وهذه فرقه فريق ديال المدينه وغادي نواكب معكم هذا الحدث حتى النهايه. حميد نتمنوا فوز للنادي المغرب الرياضي الفاسي. دندان تحياتي واحتراماتي للعائله ديالكم ودائما تشجيع الرياضي الفاسي على المباشر من هذا المنبر، وما قلت دائما كنتذكر ما كنسى
لاعبي الاتحاد الرياضي الفاس وكان من خيرة اللاعبين اللي بعد مشوار جيد مع نادي الاتحاد الرياضي الفاس انتقل الى صفوف نادي المغرب الرياضي الفاس كرة السلة مع عدة ألقاب. عودة الى المباراة. خطأ متعمد لصالح نادي المغرب الرياضي الفاسي، نتمنى يستغلوا احسن استغلال. النتيجه كما كتلاحظوا النتيجه 45، النتيجه دابا صالح نادي الفتح الرباطي 47 مقابل 45 على بعد نقطتين. شكرا سي راشد على المواكبه ديالك والتشجيع كما كتلاحظ جوج رميات حره، يعني يجب استغلال هذه الرميات القادة فتح ورجب استغلال وأحسن استغلال. يعني خطأ متعمد في جوج رميات حرة وكرة كترجع لعندك باش نذكر المشاهدين ديالنا. قذفة ثلاثية يعني جم الكره بطريقه جيده لاعب رقم 15، يعني لو روبون ديفو اوفنسيف كيقوم بشكل جيد، يعني محسوبه نقطتين محسوبين. الان تفوق لصالحنا. الاوتوماتيزم ديال نادي الفتح الرياضي خطيرة. تفوق لنادي فتح الرباطي ب 51 نقطة مقابل 49، وكما كتلاحظوا الأخطاء الدفاعية اللي ديال نادي المغرب الرياضي الفاسي، يعني أخطاء يعني كتكلف كثير، كلفت حتى الآن 6 نقاط. هجوم مضاد لنادي المغرب الرياضي الفاسي رمية ثلاثية. كما قلنا وكما ذكروا جوج ديال الاطر الوطنيه بان هناك تسرع في القذف من بعيد، يعني حتى لاعبي الارتكاز ما كيكونوش في الاماكن ديالهم باش يقوم بعمليه جمع او لم الكرات الهوائيه، يعني واحد التسرع كبير، يعني يزينوا اللاعبين ديالهم او الزملاء حتى يقوموا يكونوا متواجدين في الاماكن ديالهم.
تحليتين حرتين زائد.
كنشكروا بعد اول حاجه نشكروا اللاعبين ديالك على هذه القتاليه وسط الملعب، يعني القتاليه ورجوليه في الاداء في الملعب اللي قاموا به. شكرا لكم على هذه المباراه هذه القتاليه ديالك. بالنسبه للاعبين ديال المغرب في هذا النهار ممكن ان نعطي لهم شابو برافو، ايزون ديفي اون كيب هي تري فور، ليكيب نورمالمون هي كتلعب على لو تيتر. برافو مون جوار، انو جوار، برافو بوبليك نوزا سوبورتي جوسكا لا فان دي ماتش. الدراري داروا اللي عليهم، بوتيتر كانت خسارة حقنا ولكن لا غالب على الله. وشكرا لكل غرون ديكيب والماتش توجور الحمد لله الى مونتخي تو الموند بان توجور ليكيب ديال 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 الالقاب. دوماج نتمنى ان شاء الله نفديوها السنه المقبله والمغرب ان شاء الله نعدو اللاعبين اللي يمكن نقولوا اللاعبين اللي نشكركم على المباراة وعلى الأداء اللي قمتم بها وأتمنى تكون صفر كإطار وطني. شكرا سي باسم هو اللي كنعرفوا لاعب اللي قام به طبعا الأخ مصطفى الآن كمحب يعني محب ودائما كيواكب نادي المغرب الرياضي فاش كتسخن على أطوار هذه المقابلة. وفي الحقيقة كانت مقابلة جيدة بين الطرفين، كانت واحد الروح رياضية هائلة والحقيقة زعما في المستوى سواء خسرت الماتش أو ربحت الفوز مستوى هائل. طبيعة الحال عناصر شابة جداد تبارك الله اللي عندهم مستقبل واعد، وتا الجمهور كان في المستوى ونديم كل شيء كاين ان شاء الله في المستوى. وبرافو للطرفين، برافو عليهم. كنشكرك اخا هذه اخت فتيحه كانت كتلعب معايا في نادي الاتحاد الرياضي الفاسي ومن بعد استحقت الصفوف نادي المغرب الرياضي الفاسي، يعني كانت لاعبه ارتكاز وعندها كانت قيمه يعني كانت قيمه مضافه في فريق النسبي ديال الفريقين. كنشكر على هذا المنبر هذا. اذا مشاهدي متتبع من برا حريه بريس واتمنى معكم اجواء هذا المباراه هذه عرس رياضي مباراه كانت قويه داخل الملعب. كنشكروا الجماهير فاطر صايدر اللي حضرات وحجات بكثره. كنشكروا كذلك الاطر، كنشكروا السي باسم الهواري، كنشكروا اللاعبين اللي كانت هناك قتاليه من طرفهم رغم العمده من الخبره اللي عندهم. يعني كلشي كيعرف بان نادي الفتح جل اللاعبين ديالو عندهم خبره كيعرفوا يواكبوا هذا ويلعبوا هذه المباريات الكبيره، واللاعبين كلهم في المنتخب الوطني كيمارسوا في المنتخب الوطني شيء كبير، مكسب لمدينه فاس ومكسب ايضا بالاطار الوطني. السي باسم الهواري مكسب كبير له. إذن مشاهدي ومتتبعي من برا حرية بريس ما بقى لي الآن على المباشر إلا نشكر المصالح الأمنية على الاستتباب الأمني الجيد اللي قامت به بالمحيط الداخلي بالمحيط الخارجي أو الداخلي بقرب لقاعة 11 يناير. وكنشكر كذلك السلطات المحلية والوقاية المدنية. وكنشكر كل من سان في إنجاح هذا العرس الرياضي هنا بقاعة 11 يناير. إذن مشاهدينا ودائما بشعار الله الوطن الملك نقوم بإيقاف هذا المباشر. شكرا لكم وشكرا لتتبعكم، ودائما التنويه للمصالح الأمنية ولأفراد السلطة المحلية والوقاية المدنية على هذا الاستتباب الأمني الجيد وإنجاحهم لهذه العرس الرياضي هنا بقاعة 11 يناير بفاس. شكرا لكم وشكرا لتتبعكم وإلى إيقاف المباشر آخر إن شاء الله.